بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا سابقا عند هذا السلايد، وإن شاء الله اليوم راح نكمل الجزء الثاني من تشابتر 6. وصلنا عند كونسبت 6.4 يلي راح يحكي لي عن الاندوميمبرين سيستم. هذا الاندوميمبرين سيستم اللي هو النظام الأغشية في الخلية، طبعا له وظيفتين رئيسيات. أول واحدة اللي هي ريجوليتس بروتين ترافيك، اللي هو بينظم تناقل البروتينات، بيرفورم ميتابوليك فانكشن ان ذا سيل، وبيعمل على اداء الوظائف الحيويه في الخليه. طبعا اندوميمبرين سيستم بيحتوي على اكثر من جزء. اول واحد هو النيوكليير انفلوب يلي حكينا عنه سابقا، في هو احد مكونات النيوكليوس يلي بيكون عباره عن 4 layer of phospholipid أو الدبل ممبرين. اثنين اللي هو الاندوبلازميك ريتيكيلم، وهاي الاندوبلازميك ريتيكيلم طبعا راح يكون في إلها نوعين. واحدة راح تكون الرف اندوبلازميك ريتيكيلم اللي هي الشبكة الخشنة، وفي عندنا السموث اندوبلازميك ريتيكيلم اللي هي إيش اللي بتكون ناعمة. وهسه راح نعرف ليش هاي خشنة وليش هاي ناعمة. ثالث إشي اللي هو الجولجي أباريتس، هذا الجزء اللي راح يقوم بعمل الموديفيكيشن يلي هو التعديلات اللي راح تصير على البروتين. اللايزوزوم اللي هي الأشياء اللي راح تعمل تحليل وتكسير داخل الخلية، وفي عنا الفاكيولز، وفي عنا البلازما ممبرين. الآن هاي الأشياء راح تعمل مع بعض، they work together. ليش؟ حتى تعمل synthesize, modify, package, transport البروتين والليبيد. يعني هاي الأجزاء راح تعمل على تصنيع وتعديل، packaging يعني وضعها في حويصلات، ونقلها إلى الخارج. شو هي اللي بنحكي عنها؟ البروتين والليبيد. These component هذول are either continuous or connected via transfer physical، يعني إما بيكونوا متصلات physical مع بعض بدون أي إشي وسيط بيناتهم، أو إنه في بيناتهم وسيط. هذا الوسيط أو خلينا نسميه زي التاكسي، هو تمام اسمها الفيزيكال يلي بنقل المواد من أورجانل لأورجانل آخر أو لخارج الخلية. الإندوبلازميك ريتيكولوم هو البيوسينثيتيك فاكتوري، يعني هو مصنع. The endoplasmic reticulum accounts for more than half of the total membrane in many eukaryotic cell. يعني الإندوبلازميك ريتيكولوم بشكل أكثر من نصف الأغشية اللي موجودة وين؟ بالإيوكاريوتيك سيل، يعني more than half من الممبرين اللي موجود بالإيوكاريوتيك سيل. بدنا نعرف إنه الإندوبلازميك ريتيكولوم تركيبه بيحتوي على إشي اسمه ممبرينوس تيوبيلس أنساك، يعني عبارة عن أشكال أغشية على شكل أنابيب وأكياس تسمى السيستيرنا. الاسم مهم. The endoplasmic reticulum membrane is continuous with the nuclear envelope. وهذا الإشي اللي حكيت لكم عنه لما قلت لكم في أجزاء بتتصل مع بعضها البعض physical. اللومين اوف اندوبلازميك ريتيكولوم يلي هو التجويف الداخلي مرتبط مع الغشاء الخارجي للنيوكليير انفلوب. فذير ار تو ديستينكت ريجن اوف اندوبلازميك ريتيكولوم، في عندنا نوعين السموث والرف. السموث من اسمها يعني هي لاك رايبوسومز، ما في عليها رايبوسومات، وهي الفرق بينها وبين الرف. الرف السيرفيس تبعها
studded يعني مرصع بالرايبوسومات، فلذلك بيظهر خشن مثل ما بنشوف هون. في عندنا السموث اندوبلازميك ريتيكولوم، هذول يلي ما عليهم رايبوسومات. الرف اندوبلازميك ريتيكولوم ستادد وذ رايبوسوم، وهذا التجويف الداخلي اللي حكيت لكم عنه يلي بيكون متصل مع التجويف الخارجي للنيوكليير انفلوب. وفي عندنا الاشياء بعد ما يصير عليها تعديلات راح تطلع فيزيكل اللي هي اسمها الترانسبورت فيزيكل، بتحمل سيكريتوري بروتينز، وهاي المنطقة هي الترانزيشنال اندوبلازميك ريتيكولوم يلي بتطلع منها هاي الحويصلة. الآن راح نبلش نحكي عن السموث اندوبلازميك ريتيكولوم، وراح نشوف شو الفانكشن والوظائف اللي بيقوم فيها. من أهم الوظائف اللي بيقوم فيها السموث اندوبلازميك ريتيكولوم اللي هو سينثيسايز ليبيدز، تصنيع الليبيد. والليبيد اللي بحكي عنها هي الفوسفوليبيد والستيرويدز. الستيرويدز مثال عليها الهرمونات الستيرويدية زي السكس هرمون. ميتابولايزس كاربوهيدرات، يعني بتغير شكل الكربوهيدرات من إلى وين؟ in the liver. كيف بتغير شكل الكربوهيدرات؟ حتى إحنا نستفيد من السكر الموجود في جسمنا لازم نحوله من الشكل التخزيني لإله الجلايكوجين للجلوكوز. طبعا ودرسنا سابقا إنه الجلوكوز هو المونيمر للجلايكوجين. detoxifies drugs and poisons، فهي بتقوم بإزالة سمية الأدوية وبعض السموم يلي ممكن تكون موجودة في جسمنا. وأهم الخلايا اللي بتقوم بهاي العملية هي خلايا الليفر، خلايا الكبد. برضو بتقوم بعمل stores calcium ion، بتخزن الكالسيوم ايون. هاي الكالسيوم ايون لإيش مهمة؟ مهمة لإنقباض العضلات for muscle contraction. الآن نشوف الفانكشن للرف اندوبلازميك ريتيكولوم. أول إشي حكينا إنه هي studded with ribosome، فبيكون عليها bound ribosome، لأنه سابقا حكينا في عنا free وفي عنا bound. فالرايبوسوم يلي موجود على الرف اندوبلازميك ريتيكولوم هما الباوند. الرايبوسومات حكينا انها هي بتعمل على تصنيع البروتينز، فهي بتعمل سكريت لجلايكوبروتينز. شو هاي الجلايكوبروتينز؟ هي عبارة عن بروتينات، يعني مجموعة كبيرة من البروتينات مرتبطة تساهميا مع الكربوهيدرات السكريات، فاسمها جلايكو proteins. الفانكشن الثانية هي distributes transport physical. هاي اللي transport physical شو وظيفتها؟ بيكون موجود فيها secretory proteins، وهي محاطة بممبرين. هذا الممبرين هي الفيزيكلز أو الحويصلة، بتنقل transport inactive protein لجولجي apparatus اللي راح نحكي عنه هسا، حتى يصير عليها بعض التعديلات وتصبح أكتف وتقدر تقوم بوظائف معينة. الوظيفة الأخيرة هي الممبرين فاكتوري فور ذا سيل، مصنع الأغشية في الخلية هو الرف اندوبلازميك ريتيكولوم. والغشاء حكينا بيتكون من شو؟ بيتكون من فوسفوليبيد وبروتين. فالرف اندوبلازميك ريتيكولوم راح تقوم بتصنيع البروتينز وراح تقوم بتصنيع الفوسفوليبيد يلي هي اصلا من مكونات الممبرين. الان راح نحكي عن جولجي اباريتس. جولجي اباريتس وظائفه مهمه، وفي له تو فيز، واحد اسمه شيبينج او الريسيفينج فيز، والثاني اسمه شيبينج فيز.
وجه مستقبل ووجه بيطلع الحويصلة إلى الخارج. نقرأ السلايد. The Golgi apparatus consists of a flattened membranous sac. شو اسمها؟ سيسترنا. هاي الكلمة وين شفناها قبل هالمرة؟ شفناها بالإندوبلازميك ريتيكيلم. فلو إجاك سؤال السيسترنا وين موجودة؟ فهي موجودة بالإندوبلازميك ريتيكيلم، برضو موجودة بالجولجي أباريتس. تمام؟ تمام. The Golgi apparatus عنده ثلاث وظائف رئيسية. أول واحدة modify product of the endoplasmic reticulum. مش حكينا إنه الendoplasmic reticulum في إله transitional endoplasmic reticulum منطقة بتطلع منها the transport vesicles. هاي المنطقة لما تطلع منها the transport vesicles رح تدخل على وين؟ رح تدخل على the Golgi apparatus. هذا the Golgi apparatus رح يستقبل هاي the vesicle، رح يعمل على تعديل المحتويات الموجودة داخل الحويصلة. الوظيفة الثانية manufactures certain macromolecules، يعمل على تصنيع بعض الماكرومولوكيول اللي درسناها سابقا، من ضمنها البوليساكرايد اللي هي ايش؟ عديدة السكريات. والوظيفة الثالثة اللي هي sorts and packages materials into transport physical، برضو بعد ما يعمل تعديل على الفيزيكال يلي دخلت عنده من الاندوبلازم كريتيكيلوم، برضه هو نفسه بيعمل على ترتيب وبيظبطها، بيرتبها، بيعملها هيك حويصلة مرتبة فيها محتويات معينة، وبيطلعها من وين؟ بيطلعها من الشيبينج فيس اللي هو الترانس فيس. طبعا هذا هو السيس فيس، من هون راح تدخل هاي الحويصلة، يعني هاي الاندوبلازم كريتيكيلوم دخلت الحويصلة، راح تدخل بالسيسترنا هاي ويصير فيها عليها التعديلات وترجع تطلع من الترانس فيس. اوكي اوكي. الان راح نحكي عن اللايزوزوم. اللايزوزوم هي عبارة عن اجسام محللة digestive compartments. الاستراكشر تبعها هي عبارة عن membranous sac، يعني كيس غشائي. هذا الكيس الغشائي بيحتوي بداخله على أنزيمات هاضمة. هاي الأنزيمات الهاضمة شو بنسميها إحنا؟ بنسميها hydrolytic enzyme. شو وظيفتها؟ تعمل digestion للماكرومولكيول. شو يعني digestion؟ يعني تحطيم. فلايزوزومال إنزيم وين راح تعمل؟ تعمل بشكل فعال in acidic environment، البيئة الحامضية يلي البيئة شو بيكون عندها أقل من 7 وتكون بيئة حامضية شديدة. فلو اللايزوزوم كان في بيئة حامضية، هاي الهيدرولايتيك إنزيم راح تشتغل وراح تصير تعمل إيش؟ تحطيم لمحتويات الخلية. هيدرولايتيك إنزيم واللايزوزومال ميمبرين من وين إجوا؟ تم تصنيعهم بالرف اندوبلازميك ريتيكيلم، بعدين نقلناهم ترانسفير للجولجي اباريتس مشان نعمل عليهم بعض البروسيسنج والموديفيكيشن والتعديلات، وبعدها نخرجهم الى خارج الخلية. الان function of lysosome، وظائف اللي بيقوم فيها اللايزوزوم. اللايزوزوم ممكن انه يعمل intracellular digestion. كيف؟ في عندنا بعض انواع الخلايا بتعمل engulf. engulf يعني ابتلاع لخلية اخرى. كيف؟ عن طريق عملية، عملية اسمها الفاجوسايتوسيس. فانا هنا في عندي خلية، تمام، شكلها هيك، خلينا نحكي. برضو هنا في عندي خلية ثانية، هاي الخلية راح تعمل على ابتلاع الخلية هاي، وهاي راح يكون فيها محتويات، تمام. فلما تعمل على ابتلاعها راح تكون هون في عندنا لايزوزومز. هاي اللايزوزومز راح ترتبط بهاي
الخلية المبتلعة وراح تعمل على تحليلها. فراح يتكون عندي إشي اسمه الفود فاكيول. شو راح يتكون عندي؟ إشي اسمه الفود فاكيول نتيجة الفاجوسايتوسيس. الايزوزوم طبعا زي ما حكيت لكم الايزوزوم فيوز مع هاي الفود فاكيول and digest the molecule. طبعا واحد الاجسام المحللة الموجودة في جسم الانسان هي المايكروفاج، احد انواع الريد الوايت بلاد سيل اللي هي خلايا الدم البيضاء. برضو في عنا عملية ثانية اسمها الاوتوفاجي. شو هاي الاوتوفاجي؟ هي سيلف ايتينج، يعني الخلية قاعدة بتاكل بحالها. كيف بتتم هاي العملية؟ الخلية تحتوي على لايزوزومات. اللايزوزوم هاي تستخدم انزيمات حتى تعمل ريسايكل، إعادة تدوير لمحتويات الخلية عن طريق تحطيمها ومن ثم إعادة تكوينها مرة أخرى. ليش إحنا بنحطمها؟ حتى تعطينا نيوتريانت للخلية. العملية هنا مشروحة في هاي الصورة. نشوف عملية الفاجوسايتوسيس. طبعا إحنا كان في عنا هنا خلية عملت انجلف لخلية وطلعت لنا إيش؟ الفود فاكيول. إجا اللايزوزوم من بعيد عليها وعمل فيوز معها، يعني لزق فيها، ثم عملها دايجستشن، فرغ هذول الهيدرولايتك انزيم، دخلوا هون وبلشوا يعملوا إيش؟ تحطيم. وبترجع هاي طبعا الفيزيكال لمحل ما إجت. في عنا الأوتوفاجي طبعا اللي هي التحطيم الذاتي، انه نفس اللايزوزومات الموجودة بالخلية ترتبط مع احد اجزاء الخلية ثم تعمل دايجستشن لها. الان في عنا الفاكيولز. شو هاي الفاكيولز؟ هاي عبارة عن اشياء تشبه الفيزيكالز، يعني الحويصلات، لكن بتكون اكبر منها، فهي larger than physical. هي عبارة عن large physical derived from the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. فلاحظ انه الاشياء الغشائية عملها بتطلع من الendoplasmic reticulum ومن Golgi apparatus. هنا مصنع الاغشية الرف endoplasmic reticulum، وهنا خلينا نقول المعدل اعليهم. Vacuoles perform a variety of function in different kind of cell. الآن في عنا vacuoles in animal cells وفي عنا vacuoles in plant cells. طب شو الفرق بيناتهم؟ الفرق انه انا بالانيمال سيل عندي اياهم in small amount، اذا in small amount، وشو and large number، يعني عددهم كبير شوي، مش كبير كثير، انه اكبر من البلانت سيل. البلانت سيل لا، متلاقي عندك big one، يعني بس واحدة، and little amount، وغالبا هي بتكون اصلا بس واحدة، يعني ون، تمام. فالان في عنا ايش؟ في عنا ثلاث انواع. واحدة اسمها الفود فاكيول، حكينا عنها سابقا، يلي يتم تصنيعها عن طريق الفاجوسايتوسيس. في عنا اشي اسمه الكونتراكتل فاكيول. هاي الكونتراكتل فاكيول اللي هي من اسمها كونتراكتل انقباضية. فهي شو بتعمل؟ أول إشي موجودة بالفريش ووتر بروتستس. هاي الفريش ووتر بروتست، خلينا نحكي، هي الطفيليات اللي بتعيش بالمياه العذبة، تعمل بامب للإكسس ووتر خارج الخلية. يعني هاي الخلية أنا في عندي هون ووتر زايد، بتيجي هاي الكونتراكتل فاكيول بتمتصه زي الإسفنجة،
يعني هي عبارة عن إسفنجة بتمتص المي الزايدة وبتعمل لها بامب إلى خارج الخلية. فبامب excess water out of the cell. برضو المثال عليها fresh water protozoa. فالبروتوزوا أحد أنواع البروتيستس. والنوع الثالث اللي هو السنترال فاكيول. هاي السنترال فاكيول يلي بتكون موجودة وين؟ بالخلية النباتية. فهي found وين؟ in many mature plant cell. في معظم الخلايا النباتية الناضجة. وظيفتها hold organic compound أول واحدة، والنوع والوظيفة الثانية اللي هي الوتر، يعني بتحمل المركبات العضوية والوتر. وين بتكون موجودة؟ من اسمها سنترال، يعني راح تكون تقريبا بالسنتر. الآن هاي السنترال فاكيول طبعا بتكون انتقائية، فما بتدخل أي إشي عليها. يعني خلينا نشبهها بالبلازما ممبرين، برضو الأشياء اللي جواتها، يعني هذا السائل اللي جواتها راح يكون مختلف عن السيتوسول هذا اللي برا، تمام؟ هاي يعني هيك معلومة خليها ببالكم. ليش؟ لأنه الممبرين تبعها سيلكتيف انتقائي. الآن نعمل هيك ريفيو. شو الاندو ممبرين سيستم؟ هو الكومبلكس اند دايناميك بلاير in the cell's compartmental organization. فهو شيء مهم لتنظيم الخلية، وطبعا بلعب دور مهم جدا. وشفنا سابقا شو الأشياء اللي بيعملوها مكونات الاندوميمبرين سيستم. الآن رح نحكي شوي عن الميتوكوندريا and كلوروبلاست وكيف بيغيروا الطاقة من شكل إلى آخر. الميتوكوندريا رح ندرسها شوي هون ونعرف الستركتشر تبعها تركيب، ورح ندرسها بتشابتر ثاني بشكل تفصيلي كيف إنه إحنا بيتم عنا تصنيع الـ ATP وبيستخدموا الجسم وما إلى ذلك. الآن ميتوكوندريا and chloroplast it change energy from one form to another. بيحولوا شكل الطاقة من شكل إلى آخر. فالميتوكوندريا هي مكان السيلولار ريسبيريشن. شو يعني السيلولار ريسبيريشن؟ مكان التنفس الخلوي. أميتابوليك بروسيس، عملية حيوية تستخدم وتتطلب الأكسجين كشيء أساسي حتى نعمل على تصنيع الـ ATP اللي هو شكل الطاقة المستخدم في جسم الإنسان. الكلوروبلاست موجودة وين؟ in plants and algae. إجابة بده يضحك عليك، حكى لك الكلوروبلاست موجودة بالخلية الحيوانية. دغري خطأ، الخلية الحيوانية لا تقوم بعمل بناء ضوئي. فالكلوروبلاست وظيفتها فوتوسينثيسس. الفوتوسينثيسس اللي هي البناء الضوئي. فهاي بس موجودة بالنباتات والألجايل اللي هي الطحالب، ومش موجودة بالخلية الحيوانية. في عنا اشي اسمه البريكسوزوم، هي أكسيديتيف أورجانيل، عضي وظيفته انه يعمل اكسدة. وهسه بنعرف ليش. طبعا ليش هدول حطولنا اياهم هون؟ لانه الاندوميمبرين سيستم هذول مش من مكوناته. فلو حكالك سؤال مين من هذول مش من مكونات الاندوميمبرين سيستم، اما بيكون بتلاقي الجواب ميتوكوندريا او كلوروبلاست او البيروكسيزوم. The evolutionary origins of mitochondria and chloroplast. طبعا في عنا هيك شغله
إنه الميتوكوندريا والكلوروبلاست بيشبهوا البكتيريا. بيشبهوا مين؟ البكتيريا. ركز. Have similarities. ليسوا متطابقين 100%، وإنما يعني في عندهم common features، خصائص متشابهة مشتركة بينهم. مين هم؟ الميتوكوندريا والكلوروبلاست والبكتيريا. Enveloped by a double membrane. إذن هذول الثلاث عندهم double membrane. سابقا عرفنا شو double membrane. أربع طبقات من الفوسفوليبيد. Contain free ribosome. بيحتوي على free ribosome. وبيحتوي على circular DNA. DNA إيش؟ حلقي أو دائري. Grow and reproduce somewhat independently in cell. يعني حكينا في most of DNA وين موجودة بالنيوكليوس، والmost of DNA آخر وين بيكون موجود؟ بالميتوكوندريا، بالانيمال سيل، وبالبلانت سيل أو الألجاي بالكلوروبلاست. يعني كلوروبلاست تحتوي على DNA. تمام. لذلك ما دام فيهم DNA معناتهم بيقدروا ينمو لحالهم، يعني بشكل مستقل عن الخلية، يعني semi auto autonomous organelle that grow and reproduce within the cell. يعني معتمدين على حالهم. بحكي لك أنا عندي DNA تبعيتي وبقدر أنمو زي ما بدي. أوكي. الآن الميتوكوندريا حكينا chemical energy conversion، بتحول الطاقة الكيميائية لشكل ATP يلي بنستخدمه في جسمنا. ميتوكوندريا are found in nearly all eukaryotic cell. بحكي لك الميتوكوندريا موجودة تقريبا في معظم خلايا اليوكاريوت. طيب nearly يعني مش كلهم. طب في خلايا eukaryotic cell ما عندها ميتوكوندريا؟ نعم. احفظ هذا المثال RBCs. هذا RBCs شو هي؟ خلايا الدم الحمراء لا تحتوي على ميتوكوندريا لأسباب مش هسا مهم نعرفها، يعني عادي. They have a smooth outer membrane and inner membrane folded crystal. الميتوكوندريا في عندها هذا الأوتر ميمبرين. الأوتر ميمبرين بده يكون smooth ناعم، والأينر ميمبرين بده يكون folded. هاي الفولدد شو بسميها؟ بنسميها الكريستا. وهاي الكريستا present ليش؟ حكينا سابقا نظرية السيرفس اريا بالنسبة للفوليوم، ولما تكون بهذا الشكل فهي بتعمل لي مساحة سطح عالية بالنسبة إلى الحجم، فبتسالي بتزيد امتصاص المواد إلها. وبالتالي بشكل مهم بالميتوكوندريا for enzyme that synthesis ATP. الإنزيمات المهمة في عملية الريسبيريشن بالسل، التنفس الخلوي، مين بيساعدها؟ بيساعدها وجود الكريستا هاي اللي بتعملهم مساحة سطح عالية. The inner membrane هاد بما انه هو وجد بيحكي لك the inner membrane create two compartment inter membrane space and mitochondrial matrix. كيف؟ مش احنا في عنا هذا؟ بمجرد وجود الاينر ممبرين او الانر ممبرين راح يصنع لي انتر ممبرين سبيس، فراغ بين الاي الانر والاوتر، وبرضه راح يصنع يكون لي الماتريكس. هذا الماتريكس راح يكون بيحتوي على دي ان اي جرانيولز انزيم، وراح يحتوي على رايبوسومات. هيهم الماتريكس كونتين دي ان اي رايبوسوم انزيم that شو بتعمل؟ catalyze some metabolic step برضو للcellular respiration. فالميتوكوندريا هو عضو، هو الباور المشغل للخلية. طيب بما انه هو المشغل للخلية، فانا لو في عندي خلايا في عندها metabolic rate عالي، يعني بتعمل وظائف حيوية كثير، طبيعي راح الاقي فيها عدد ميتوكوندريا هائل. هل بيجوز يكون أكثر من ميتوكوندريا بالسل؟ أكيد طبعاً. فذا نمبر أوف ميتوكوندريا كوليريت. كوليريت يعني يرتبط مع الميتابوليك أكتيف ريت. أوكي.
البريكسوزوم هو عبارة عن أكسيداتيف أورجانيل مثل ما حكينا. في له خاصية مهمة إنه شكله بيكون سفيريكال. كيف شكله راح يكون سفيريكال؟ سفيريكال يعني كروي، ويكون محاط بسينجل ميمبرين. هذا السؤال بيجي كل مرة في الامتحان، إما إنه هيك بشكل مباشر أو إنه بيكون من ضمن الخيارات من الصح ومن الخطأ. فدك تحفظوا إنه البريكسوزوم هو عبارة عن أكسيداتيف، شكله سفيريكال ومحاط بسينجل ميمبرين نوت دبل ميمبرين. البريكسوزوم specialized metabolic compartment bound by a single membrane حكيناها. They contain enzyme، يعني هذا البريكسوزوم موجود هيك فيه انزيمات، تمام؟ فيه شو؟ فيه انزيمات. طب شو وظيفة هاي الانزيمات داخل البريكسوزوم؟ بتنتزع ذرة الهيدروجين من مواد وبتنقلها للأكسجين. ليش بتنتزع ذرة هيدروجين وبتنقلها للأكسجين؟ يعني بتعمل أكسدة، بتعمل أكسيديتف أو أكسيديشن بروسيس حتى تصنع هيدروجين بيروكسايد H2O2. طبعا صنعت الـ H2O2، هي مادة سامة. تخيل إنه هي صنعتها، بعدها رح ترجع تحول هاي المادة للـ H2O للمي. This reaction له فوائد كثيرة، يعني إنه أنا أحول لـ أجيب الهيدروجين أنقلها لذرة الأكسجين الموجودة بهاي السبستانس، أحولها لـ H2O2 اللي هو هيدروجين بيروكسيد، بعدين أرجع أحول هيدروجين بيروكسيد لمي. هاي إلها function معينة. الفانكشن لهذا البيروكسوزوم some use oxygen، بيستخدم هذا الأكسجين. ليش؟ حتى يعمل أكسدة للفاتي أسيد فبيكسره، فبريك فاتي أسيد لسمول موليكيول. ليش؟ حتى أستخدمه كفيول، كطاقة في وين؟ في عملية الريسبيريشن، التنفس الخلوي. وبرضه لهم وظائف بالليفر، بالكبد. They detoxify alcohol and other harmful compound. شو بيعملوا؟ يعملوا على إزالة سمية الكحول والدراكس. فبتلاقي لو حدا مثلا إجا بده ينتحر وأخذ أدوية معينة بس ما مات، فحصوا الكبد عنده رح يلاقوا عدد البيروكسوزوم متزايد بشكل كبير، وبرضه اللي السموث اندوبلازميك ريتيكولم اللي حكينا عنها برضو إلها وظيفة في إزالة السمية. راح نتوقف لهذا السلايد في هذا البارت، وإن شاء الله بيضل علينا آخر بارت راح نكمله المرة القادمة. إذا في عندكم أي استفسار ما تترددوا، ويعطيكم ألف عافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية جميعا. طبعا نظرا لاختلاف ترتيب السلايدات وفي بعض المعلومات كانت ناقصة بالسلايدات اللي كنت بشرح عليها في الفيديوهات السابقة، ففي بعض المعلومات كانت ناقصة. هاي المعلومات جمعتها أنا هون، تمام، وإن شاء الله راح نشرحها الآن. في أول معلومة كانت بالسلايد رقم 1، بتحكي لنا even when cells are arranged into higher levels of organization such as tissue and organs. Cells are an organism's basic unit of structure and function. طبعا هاي المعلومة احنا حكيناها سابقا، ولكن هنا اختلف الترتيب شوي، بحيث انه بيحكي لي حتى لو انه احنا وصلنا من الخلية، تمام، وخلايا مع خلايا عملت لي تيشو، وتيشو مع تيشو عمل لي أورجان، فتبقى الوحدة الأساسية التركيبية والوظيفية للجسم من هي الخلية. يعني ما رح يصير الأورجان هو الوحدة الأساسية. ليش؟ هسا في عندنا مثلا إنسان، هذا الإنسان صابه مثلا مرض في إيده، ومثلا مرض غرغرينا وصار لازم إنه نقطع له إياها.
هون في هاي الحالة لو قطعنا إيده اللي هو مثلا الأورجان هذا، هل راح يتأثر أو راح يموت مثلا؟ ما راح يموت. لذلك إذا ما صار عليه تأثير بشكل مباشر على باقي أجزاء جسمه، فبالتالي إيش؟ هذا الأورجان ما بنقدر نعتبره هو الوحدة الأساسية. فالوحدة الأساسية مين؟ السل. يعني التفاصيل أنا حكيتها فقط للتوضيح، مش مطلوب منكم. فهاي المعلومة اللي إحنا بدنا نأخذ منها إنه السل هي اليونت أوف ستراكتشر أند فانكشن. الآن في سلايد كان بيحكي عن العلاقة بين الميتوكوندريا والكلوروبلاست والبكتيريا، في تشابهات كانت بيناتهم، وفي آخر جملة ما كانت مكتوبة عندي اللي هي بتحكي لي these similarities، يعني هذا التشابه بين الميتوكوندريا والكلوروبلاست والبكتيريا lead to، أدى إلى إيش؟ endosymbiont theory. شو هاي الendosymbiont theory؟ اللي هي نظرية التعايش الداخلي. هاي النظرية افترضها عالم أو عالمة. هاي النظرية هي تابعة لنظريات التطور، وصراحة هي نظرية مش مقنعة بالكفاية، إلا أنه إحنا راح ندرسها ونشوف شو هي. بيحكي لنا The evolutionary origin of mitochondria and chloroplast. The endosymbiont theory suggests that an early ancestor of eukaryotes engulfed an oxygen using non-photosynthetic prokaryotic cell. شو يعني؟ بتنص هاي النظرية على أن الخلية حقيقية النواة الإيوكاريوت، تمام؟ طبعا هاي خلية حقيقية النواة ancestor. شو يعني ancestor؟ ancestor يعني خلية سابقة، خلية يعني خلينا نقول سابقة، تمام؟ لم تكن تحتوي على ميتوكوندريا. إذا أنا في عندي خلية سابقة، هاي الخلية هي إيوكاريوت يعني حقيقية النواة، يقال إنه مثلا لم تكن تحتوي على ميتوكوندريا، فإجت هاي الخلية عملت إنجلف، ابتلعت أكسجين يوزنج نون فوتوسينثيتيك بروكاريوتيك سيل، فقامت بابتلاع خلية بدائية النواة قادرة إيش؟ على التنفس هوائيا. كيف عرفنا قادر على التنفس هوائيا؟ أكسجين يوزنج، ولا تقوم بعملية البناء الضوئي، نون فوتوسينثيتيك، تمام؟ تمام. المهم الانجلفت سيل هاي شو مالها؟ formed relationship with the host cell. يعني هاي الخلية اللي هي الأكسجين using non-photosynthetic prokaryotic cell ايش عملت؟ عملت relationship، علاقة تكافلية مع مين؟ مع الهوست سيل. طب مين الهوست سيل؟ اللي هي الانسيستر اوف يوكاريوتس. اوكي اوكي، كيف عملت هاي العلاقة؟ عن طريق انه استفادوا من بعض بعملية التنفس، يعني انها كانت هاي ما تتنفس، فبالتالي عملت انجلف يعني ابتلعت جزيء او خلية معينة واصبحت تتنفس، تمام؟ هاي هيك النظرية بتحكي. وبعد ذلك رجعت ابتلعت خلية بدائية النواة قادرة على تمثيل عملية البناء الضوئي. لما نحكي خلية بدائية النواة وقادرة على عملية البناء الضوئي، هم هون شو قصدهم؟ قصدهم عن الكلوروبلاست. فأدى ذلك بالنهاية إلى تكوين علاقة تكافلية بين الخلية حقيقية النواة والخلية بدائية النواة، ويستفيد منها الكائنان. نيجي هون نشوف هاي الصورة. هاي بحكي لك هون الخلية، هاي الخلية ما كان فيها لا ميتوكوندريا ولا كلوروبلاست، فإجت عملت ابتلاع للخلية اللي حكينا عنها اللي هي بتعمل بتتنفس هوائيا وما بتعمل عملية البناء الضوئي، فشو راح تكون؟ راح تكون ميتوكوندريا. فهم ما كانوا عارفين ميتوكوندريا. المهم لما عملت ابتلاع تحولت هاي الخلية اللي حكوا عنها لميتوكوندريا، فصارت هاي الخلية تتنفس. وبعد ذلك كيف بدهم الخلية هاي تعمل عملية بناء ضوئي، فبالتالي هاي الخلية رجعت ابتلعت كمان خلية قادرة على الفوتوسينثيسيس اللي هي عملية البناء الضوئي، فابتلعت كلوروبلاست، فأصبحت هاي الخلية تحتوي على ميتوكوندريا وكلوروبلاست. نكمل هون قراءة. بيحكي لنا the endosymbiont
evolved into mitochondria طبعا. At least one of these cell may have then taken up a photosynthetic prokaryote which evolved into a chloroplast. يعني بيحكي لنا انه اخر اشي رجعت ابتلعت كمان خلية, وهاي الخلية اللي هي مين؟ الكلوروبلاست. فأصبحت خلية تحتوي على ميتوكوندريا وعلى كلوروبلاست. هاي مين؟ نظرية التعايش الداخلي. طبعا هاي نظرية تطور يعني ما بتهمناش كثير, بس وجب انه نشرحها. فالآن هون بيحكي لي الكلوروبلاست هو الكابتشر اوف لايت انرجي, يعني هو ايش اللي الجزء المسؤول عن الفوتوسينثيسس. شو هي الفوتوسينثيسس؟ اللي هي عملية البناء الضوئي. بيحكي لي الكلوروبلاست contain the green pigment chlorophyll, اللي هي ايش؟ صبغة الكلوروفيل. اذا الكلوروبلاست تحتوي على صبغة الكلوروفيل, شو لونها؟ green, خضراء. وكذلك تحتوي على انزيمات وبعض ايش الموليكيول, يعني بعض الجزيئات والمركبات يلي بتكون ذات function in photosynthesis, يلي وظيفتها وين؟ في عملية البناء الضوئي. وين موجودة الكلوروبلاست؟ كلوروبلاست are found in leaves. شو leaves؟ اللي هي أوراق الأشجار and other green organ of plants and algae. الالجاي اللي هي ايش؟ الطحالب. تمام, نيجي هون نشوف تركيب الكلوروبلاست. هذه الكلوروبلاست عملنا تقريب عليها مشان نشوف شو الأجزاء تبعيتها. أول جزء في عنا الستروما. شو هذا الستروما؟ الستروما هذا هو الانترنال فلويد, يعني هو السائل الداخلي اللي موجود هون. تمام؟ تمام. تحتوي على رايبوسومات. تمام؟ في إلها اينر اند اوتر ممبرين اللي هو غشاء داخلي وغشاء خارجي. في عنا إشي اسمه الثايلاكويد, وفي عنا إشي اسمه الجرانيوم. شو هذا؟ الثايلاكويد هذا, شوف تخيل معي, بتعرفوا الفراطة شلن العشر قروش وهاي الأشياء؟ تخيل إنه أنت هون في عندك هون هيك شلن فوق شلن فوق شلن فوق شلن. المهم عملوا لنا زي هيك زي صف. هذا الشلن الواحد إيش اسمه؟ اسمه الثايلاكويد. تمام؟ وهذا الكلاستر أو التجمع هذا كامل شو اسمه؟ اسمه الجرانيوم. تمام تمام. برضو ما ننسى انه الكلوروبلاست بتحتوي على ايش؟ بتحتوي على دي ان اي, لانه بالمره الماضيه حكينا انه موست اوف دي ان اي موجوده بالنيوكليوس, وجزء منها وين موجود؟ موجود بالميتوكوندريا وموجود بالكلوروبلاست. تمام تمام. طبعا هاي هي السلايدات يلي كانت ناقصه, وان شاء الله هيك احنا بنكون غطينا كامل المعلومات مع الفيديوهات السابقه. الله يعطيكم ألف عافية, وإن شاء الله نلقاكم في الجزء الأخير من التشابتر.